الربانيه والبركات الرمضانيه الاستفاده القصوى ازاي نطلع مع نهايه الشهر يعني ان عشنا جميعا وكلنا عمر مستفيدين الاستفاده القصوى من كل الخيرات والبركات اللي في هذا الشهر دي المواضيع اللي هنتكلم فيها النهارده مع فضيله الشيخ محمد رضا من علماء الازهر الشريف اللي بنسعد دايما بوجوده معانا في برنامج طاقه كل سنه وحضرتك أهل طيب اهلا أهل أهل بحضرتك ربنا يبارك فيك نبتدي بقى من الثلاثه والثلاثه يعني احلى من بعض واهم من بعض إلا اللي حضرتك تجود علينا بيه احنا سامعينك احمد الحق تبارك وتعالى واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود والبركه العامه في كل موجود صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد أولا الصوم يعني سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وعلشان كده يعني ما يكون شيء هو لله يبقى الوضع بتاعه إيه وطبيعته إيه لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا في القرآن وينادي علينا ويقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه لعلكم تتقون، رجاء ان ننال تقوى الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى في فرضيته لفريضه الصيام وجعلها له فقط كان هذا له مدلول اخر هذا المدلول أن هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، قد يرائي الإنسان في أي عمل لكنه لا يقدر أن يرائي في الصيام. فإذا كان صائما لله سبحانه وتعالى فما فيش في الصيام رياء. أنا صايم يبقى صايم. علشان كده قال إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذبه. الأول قبل ما ندخل للصائم فرحتان أما ربنا يقول فإنه لي وأنا أجذبه. طيب ربنا اللي حيجز عليه اما يكون ربنا سبحانه وتعالى هو الكريم نعم. وهو الذي خلق الكرم فعطاءه هيبقى ايه شكله ايه نعم. علشان كده احنا عمل لنا باب في الجنه يقال له الريان لا يدخل منه الا الصائمون فاذا دخلوا اغلق دونهم يبقى اذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذا الركن من اركان الاسلام وضع بانه لله سبحانه وتعالى يبقى اذا ليس له شريك معه فيش حد هيصوم لله والحد تاني أكيد. انا ممكن اصلي عشان الناس يقولوا ده بيصلي أكيد. ممكن ازكي عشان بيقولوا ده بيزكي احج عشان يقولوا عم الحاج خدت حضرتك طب. لكن اصوم عشان يقولوا يا عم الصائم صحيح. لا. ليه صحيح. لان انا ممكن ادخل في مكان مغلق واكل واشرب ومحدش شايفني صحيح. ادخل اجامع طب. زوجتي ومحدش شايفني طب. يبقى اذا دعي هذا الامر في قمه الاخلاص لانه يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وهو سر بين العبد وبين ربه، علشان كده جعله ربنا سبحانه وتعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، فالحمد لله الصوم لله والجزاء دايما احنا زي ما ربنا وعدنا دايما طالما هو اللي هيعطي ويجزي على الصوم فانه سيعطينا افضل الجزاء من عنده جل وعلا. ومن هذا المنطلق اه, آه خلينا بقى بالمره طالما حضرتك فتحت لنا الباب ده. نعم. ما برضو عايزين نتكلم عن ان ازاي الواحد فينا يحسن الصيام لان احنا في كتير جدا من الاحيان في حياتنا وفي معاملاتنا وتعاملاتنا اليوميه ساعات كتير الواحد بتفلت منه حاجات كافيه وكفيله بان هي تبطل صيامه من غير ما يكون حتى واخد باله من ان ده بيحصل جميل هو كان الجزء اللي هتكلم فيه في الحديث بعد كده هو سؤال حضرتك يا سلام اه بسم الله يا بحاسر الصدق آه. جميل <applause> سيدنا النبي يجي بعد كده يقول ايه الصوم جنه يعني ايه يعني وقاي لأنه لمين؟ لأنه لله يبقى أما الصوم يبقى جنة يعني بيقيك من أي شائبة أي ذنب مم. أي معصية أي حاجة مم. ده هو ليه؟ لأنه هو لله فالرقيب عليك ربنا يعني مخائنة الأعين وما تقصدون شايفك أنت عينك راحت فين؟ طبعا. ودنك راحت فين؟ لسانك قال إيه؟ إيدك إيه؟ عمي... عملت إيه؟ رجلك سعت لإيه؟ خدت وحضرتك إذا كأنه بيقول لنا الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم، شوف بقى التقويم السلوكي والتعليم ال الإلهي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي سيدنا محمد بيعلمه من خلال الحديث الشريف الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم يبقى وأنا صايم بالنهار فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم يبقى إذا الصوم يقوم السلوك يخلي الإنسان اللي هي القمة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمدح إنسان بأنه غني لغناه ولا يمدح إنسان بأنه عالم لعلمه ولكن لا بد أن يتزين بالخلق الكريم وانك لعلى خلق عظيم اللي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طبقه وعلمه لنا ان احنا نطبقه وخاصه اذا كنا في في في, في شهر الصيام ويمكن انا قلت قبل كده مع حضرتك ان احنا بنجعل شهر الصيام ده ربنا جعله لنا شهر تدريبي للنفس لتقويم النفس البشرية خلاص هي كانت واخدة على أنها تذنب على أنها ما تصليش في جماعة مم. على أنهم ما يجروش قرآن على أننا ما نعملش ما نتصدقش على أننا ما تايها 11 مم. شهر يجي شهر رمضان علشان إيه يقوم فيها السلوك فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم يبقى وارد جدا إن أنا أكون محترم ما لا أفسق لا أرفض لا أسخط طب. كل المقومات انا جاي بها مظبوط لكن وارد ان واحد يجابلني بخلاف كده مم. وهو يعني وده حتى تمام شوف بقى الجمال بقى الجمال بقى كله في الحلقه بتاع النهارده اللي هو للصايمه فرحتها واحنا هنشوف بقى يعني, يعني الفرق بين ايه انا كانسان قومت سلوكي قومت نفسي علمتها ازاي انت صايمه خلاص يبقى مفيش كلام في الرفض فيش كلام في فسق ما فيش كلام فيه علو صوت انا صايم لله انا الرقيب عليا مين ربنا اللي شايف ربنا سبحانه وتعالى يبقى انا عايز اقوم النفس دي م. علشان النفس دي تقوم قال لك وارد جدا ان انت تجيب لك حد مش مش محترم مم. مم. بيفسق بيصخب بيقول كلام فيه رفف يعني يعني بيعلي صوته لا وحتى في الشوارع تلاقي يسب ويصب العانات وده في حاجات اللي هو سيدنا ابراهيم فان سابه احد او شتمه وارد انت تكون محترم جدا وانا قال الادب يبقى ايه اللي بيحصل يبقى حضرتك تقول لي إيه؟ اني صائم اني صائم مرتين يبقى احنا كان سيدنا النبي بيعلمنا ان انا اما اكون انا طولت لساني حضرتك لا 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 زي السيده مريم ما عملت قالت ايه اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا يبقى اذا انا بقوم سلوكي واقوم آه العباده بتاعتي واجمل عبادتي بايه؟ باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم السلام. التي مدح بها من رب العزه تبارك وتعالى فقال له وانك لعلى خلق عظيم, عزيزي. عزيزي. يبقى انا بطلع من الصيام بان انا اكون على خلق اللي هو لعلكم تتقون رجاء تقوى الله سبحانه وتعالى ومن هنا جاء كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في, في في الحديث الشريف للصائم فرحتان يعني. يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقى ربه فرح بلقاء ربه وانا عايز حضرتك يا استاذ كريم نخلوا بالنا قوي من جمال الحديث ده شكله ايه الروعه اللي في الحديث ده شكلها ايه شوف سيدنا النبي لما يقول ايه اذا للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطر احنا هنقف فينا وقفه الفرحه دي فرحتين فرحه يوميه وفرحه في نهايه الشهر طيب الفرحة اليومية ده هي أنا عايز أمثلها لإنسان مش احنا عندنا رخصة للصائم إذا كان مريض أو صحيح. على سفر صحيح إنه هو يفطر طبعا مش كده ولا لا طبعي. طيب أما يجي إنسان صائم وبعدين يعني احنا يا جماعة احنا مسافرين أو أنا مريض م. عايز ياكل م. طيب ساعة المغرب ما يبدأ أهل البيت موجودين معاه وهو فطر لعذر المرض مم. شكله بيبقى عنده حزن شكله ايه اكيد بيبقى بلدهي هم بلدهي فرحانين بلدهي. ازاي وهو حزين ازاي طيب. طيب اللي غير المريض او المسافر مم. المراه الحائط طبعا واحده طبع. صبحة بيتت النية بالصيام وبعدين صبحت صايمه لحد بعد الظهر لحد العصر لحد قبل المغرب بشويه وهوب نزلت جات لها العاده دي الحيط يبقى خلاص بقت فتره طب. شوف بقى الحزن بتاعها ساعه الفطار شكله ايه وفرحه الصائمين صحيح. يبقى اذا دي فرحه حقيقية انا بقى إحنا أنا, بقى انا بجرب المفهوم ليه عشان احنا نقيس ونشوف ونعرف ان دي فيه فرحه ولا ما فيش فرحه في فرحه طب. يبقى اذا الصائم يفرح طب فرحان ليه فرحان عشان هياكل ويشرب معظم العلماء قالوا هذا لانه كان محرم عليه الطعام والشراب والجماع فلما احل الله ما حرمه عليه فرح لتحليل هذا سواء طعام او شراب او اي شيء وما بيكونش فرحه لانه ربنا اكرمه آه وانعم عليه وقدره انما انما الشيء الجميل بقى ايه مش احنا قلنا في غذاء للروح وفي غذاء للجسد طبعاً غذاء الجسد الطعام والشراب أوه وغذاء الروح ها الذكر وطاعه الله سبحانه وتعالى فالفرحه بقى اللي انا بتخيلها بقى اللي هي مش الطعام والشراب لا هي فرحه بان اتم الله علي يومي وكنت مراقبا مم. وخلي بال حضرتك من دي الصوم جنه وكل عمل ابن ادم شوف ربط اول الحديث باخره كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه ليه وانا. علشان كده الرجل الروحاني اللي كان مراقب ربنا سبحانه وتعالى اللي كان عارف ان ربنا شايفه وهو محافظ جدا على الصيام وواخد باله يعمل ايه وما يعملش ايه خدت بال حضرتك يقوم يفرح طبع. يفرح ليه لانه هو نجح في الامتحان قدر يجاوب على الأسئلة كلها حل. جاب مئة من مئة حضرتك لحضرتك فهو سعيد وفرحان يبقى هو فرحان فرحتين في آخر اليوم اللي هي فرحة للجسد وفرحة للروح فرحة الجسد بالطعام والشراب حل. والجماع وفرحة الروح بأنها أطاعت الله على أكمل وجه طب دي الفرحة طيب. اليومية دي الفرحة اليومية حل. أيوة الفرحة الشهرية هي إيه أما أنت سبحان الله إحنا دلوقتي صورنا الشهر اليوم ازاي بتكون فرحته كفي في اخر الشهر بنيجي برضو برضو فيه مريض وفي حق او نفساء ونيجي اخر الشهر ساعه الرؤيه ما تبان غدا اه 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 غره شعباء شوال واليوم المتمم لشهر رمضان طيب الناس كلها تكون فرحانه الا اثنين كله بيستعد العيد أنا عليا كم يوم؟ الحق طبعا خلاص والمريض أنا عليا كم طيب يوم؟ صحيح طب هقضيهم امتى؟ طب أصوم الستة من شوال ولا صوم من الأول؟ خدت يبقى إذا هو في حاجة نقصت عنده خدتها حضرتك، صحيح أما اللي هو كمل الشهر على أكمل وجه برضه عنده فرح خلاص هينطلق للجسد وينطلق للروح وخلاص وهو أتم الشهر على أكمل وجه فأصبحت أصبح الجسد قد غذية بالطعام والشراب واصبحت الروح قد غذية بقراءه القران وصلاه القيام والتهجد للواحد الديان وكل افعال الخير من الصدقات والاطعام كل عمل الخير اللي الانسان بيتقرب به الى الله فهو سعيد طبعاً. لانه اتم شهر مش يوم ولا اتنين طبعاً. ولا ثلاثة لا هو اتم شهر كامل علشان كده دايما اي عباده فيها مشقه يعقبها عيد فعيد الفطر يعقب مشقه صوم رمضان وعيد الاضحى يعقب مشقه مناسك الحج علشان كده احنا بنقول ايه ادي الفرحتين ادي الفرحه اللي الصائم بيفرحها دي في الدنيا فرحه عند فطره دي الفطر الفرحه اللي عند الفطر الفرحه وفرحته وفرحته عند لقاء ربه الفرحه اللي عند لقاء الله سبحانه وتعالى دائما الانسان يحتاج الى ان يكون معه آه ما يقابل به أيوة. آه الذي يريد ان آه يلتقي به. طب. يعني حضرتك انا مثلا لو انت قلت لي انا ان شاء الله آه جاي لك. انا ابدا اعد نفسي هنعملوا ايه يا اولاد للاكل وهنعمله ايه؟ طب وضبوا الفرش مظبوط وضبوا البيت مش عارف ايه؟ في ضيوف جالين حضرتك طب. انت بقى تقول ايه؟ طب انا هاخد أخد للشيخ محمد معايا ايه؟ ما انا مش عايز هدايا ولا بتاع بس <applause> انا انا بجرب. انا بفكر في علبه حلويات بشكل ما خدتوش على فضيلتك <applause> خدت حضرتك انت بتفكر ان انت تجابلني ازاي وانا استقبلك ازاي طبعا. فتخيل بقى ربنا اعد لنا ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اعد لنا باب يقال له الريان عشان طبعا. لا يدخل منه الا الصائمون خدت على حضرتك انت عايز تروح بهديه الهديه بتاعتك ايه؟ ان يكون العمل الصالح بتاعك كامل صحيح. طيب الصيام بيبقى شكله ايه نرجع لاول حاجه في الحديث اللي ربنا قال عليه كل عمل ابن ادم ايه لا. له الا الصوم فانه ليه فانت رايح بهديه هي لله سبحانه وتعالى يعني ربنا قال هي بتحتي فانت صحيح. رايح لربنا بالهديه دي ربنا هيستقبلك استقبال شكله ايه هتلاقي سبحان الله يعني ان شاء الله كلنا جميعا كده ربنا ينعم علينا أمين ونجد القبر روضه من رياض الجنة ودي الفرحة زي ما بقول كده للسادة المشاهدين دايما, دايما. انتوا بتشوفوا الفرحة اليومية وبتشوفوا الفرحة الشهرية وده اللي وعد بيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب احنا بتتحجج الفرحة دي ولا لا بتتحجج ان شاء الله الفرحة الثانية هنحججها من نلقى الله سبحانه وتعالى امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين طيب خلونا بقى ندخل في مثال كده يعني يعتبر نموذج رائع الحقيقة ليه لفكرة العمل الصالح وكمان لفكرة الصدقه الجاريه بكل ما تحمله الكلمه من معنى صدقه جاريه فعلا وقف النخيل تعالوا نشوف تقرير ونرجع نبتدي الكلام في هذا الامر تفضل من ارض البركات من ارض النفحات من رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى ارض الخير والبركه سهل قروين في الفرافره في الوادي الجديد النهارده كل فرحان وسعيد النهارده الكل بيقول انا ابتدى لي عمر جديد في الوادي الجديد ايوه كل النهارده جاي من كل مكان من كل المحافظات جايين بيقولوا احنا النهارده جايين نشوف بعينينا مش عايزين حد يقول لنا وكل واحد بيقول بعد ما زرع وغرس فاسلته بايديه بيقول انا شفت بعيني ما حدش قال لي شافوا بعينهم المصداقيه اللي شغاله بيها مؤسسه نبض الحياه انا شفت النخل على التلفزيون وطبعا ولادي قالوا لي ده فوتوشوب فقلت لازم اجي رغم, رغم سني وتعبي لازم اشوف الحاجة, الحاجة دي على الطبيعه طبعا احنا كنا جايين على الصحراء مش متوقعين ان في الصحراء يحب فيه نخل شيلنا مسافة طويلة جدا 13 ساعة اهوت بس لما جينا التعب ده كله راح ما شاء الله وانا بقول النهارده اذا كان في النهارده 1500 نخلة هنزرعوا النهارده انا بقول ان شاء الله هيبقى فيه 50 مليون نخلة ان شاء الله ان شاء الله ربنا الساحة دي كلها هتتخضر ومصر كلها خير واولادها كلهم خير وانا بناشد كل اب كل ابن كل واحد عنده ظروف لاولاده يتبرع بالنخلة ديت بنية شفاء ابنه بريت ابنه يتخرج يخش كلية محترمة بريت ابنه يخلف بريت أي نية يطلب بيها إن يتبرع بالنخلة ديت إن شاء الله ربنا هيستجيب له إحنا هنا النهاردة ما شاء الله أكتر من ألف واحد معظمنا سن كبير جايين متحملين المشقة وجينا فرحنا جدا بالنخل وفرحنا جدا بالطريقة اللي بتزرع بها النخل وفرحنا جدا بالناس اللي راعية النخل ده أستاذ ضبط الحياة أنا كنت بقول إن هي جمعية خيرية وأنا أعرف جمعيات خيرية كويس النهارده بقول بس لفظ الحياه من الجبهات الخيريه المحترمه فيها ناس محترمه وفيها شغل محترم وعندهم وسعه افق ان هم ان شاء الله يكملوا الساحه دي كلها نخل وتتخدر الساحه زي ما كده ان شاء الله الموضوع ما طلعش فوتوشوب يا شيخ محمد لا 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 أنا حقيقي يا بس باشا يا باشا انا صراحه يمكن بدعو كل انسان وحد اي حد تبرع ان هو يجي على ارض الواقع ويشوف يعني يمكن كان معانا ناس من الاعلام برضه الاستاذه نشوه آآ آآ طلعت زرغوثه من لوحدها كده يعني من كت من شده فرحتها هي كانت بتتكلم عن الموضوع في الاعلام الزميله الجميله آآ العزيزه آآ نشوه مصطفى طبعا تحياتنا ليها وسلامنا ليها وكل سنه وانت طيبه يا نشوه واهل بيتك بخير يا رب <applause> فطبعا بصيت لقيتها يعني بقول لها بتقول حاجه غير طبيعيه حتى هي يمكن في المره ديت بتقول لي انا فيه ثلاث مرات فرحت فيهم أه مرة لما خلفت ابن عبد الرحمن <سؤال> ومرة لما رحت عند الكعبة وشفت الكعبة والنهاردة ساعة ما جيت وشفت الوقف فبقول لها طيب ال ليه ليه ال تعرف انت تعرف انت فرحت ليه؟ قالت لا انا مش عارفه انا فرحانه ليه؟ انا فرحانه بس مش عارفه فرحانه ليه؟ طبعا هي كانت بتتكلم عن الموضوع حضرتك دلوقتي يمكن الراجل بيقول انا بحسبه فوتوشوب وبتاع كلام من ده خدت بالك؟ كل الناس حد احد اصدقائي كان بيقول نفس الكلام وجي معايا وشاف خدت بالك حضرتك؟ فهي لما شافت الامر على ال... أن... انت حضرتك دلوقتي اما تروح معايا وتشوف على ارض الواقع يعني... تتكلم بمشاعرك وبأحسيسك وبأحاسيسك خلاص يعني أكيد. موضوع خدت بال حضرتك فليه بقى؟ لان الانسان اما بيخلف خدت بال حضرتك اول ما بيجي له ولد بيبقى هو مش مصدق انا بقيت اب يااه والدنيا و... مش سيئه طب اما يروح عند الكعبه انا جيت عند الكعبه يا الله وشفتها فخ... فقلت لك خلاص هي ديت حاجة من عند ربنا ربنا وضع في المكان ده في اختيار المكان وفي ان فيه ناس ربنا اختارهم ان هم يكونوا صحاب الوقت ده يعني على فكرة اي حد من الناس المتبرعين في وقت استسمحك خليها بعد الفاصل ماشي. احنا كده كده هنرجع نكمل كلامنا ماشي. حتى بالأمرة لسه ماشي. عندنا تقريرين في هذا الاطار فاصل سريع ونرجع لفضيلتك مره ثانيه اتفضل حلقة النهارده من طاقه نور الحلقه اللي بنسعد من خلالها بوجود الشيخ محمد رضا معانا في حلقتنا النهارده واتكلمنا معاك في الجزء اللي فات من الحلقه عن ان للصائم فرحتان طيب دخلنا بقى في ملف وقف النخيل طب المتصدق مالوش نفس يفرح ولا آه محمد شوف حضرتك يمكن هصور آه لحضرتك الفرحه فرحه الاستاذه نشوة ما بتقول لي انا فرحانه هي آه فرحانه آه. ليه لانها هي لقت الكلام حقيقه اللي قدامها الراجل الحد اللي بي... اللي كان في التقرير معانا بيقول ايه؟ بيقول انا فاكر ان الفوتوشوب فانا مش مصدق هو حضرتك لو رحت هتشوف 45 الف نخله اتزرعوا وان شاء الله. شاء الله ال 15 الف التانيين اللي هم في شهر تسعه طبعا يعني شيء يعني انت الفرحه انت شايف الاتوبيسات يا استاذ كريم طبعًا. دا دا وهي ماشيه ورا ما شايف, شايف الناس شايف الناس الناس فرحانه كبار السن آه واللي نازلين بيتعكزوا واللي صحيح. واللي مش جاهز ورحله شاقه جدا ورحله شاقه جدا وطويله جدا وعلى الرغم من كده طبعاً. الناس تنزل طب انتم معلش احنا تعبناكم ان انتم جيتوا المسافه دي كلها يقولوا احنا مش حاسين بتعب احنا لما ملاقينا اه ده الاثر بقى شوف حضرتك الفرحه تعالى تعالى نسترجعها مره ثانيه من خلال التقرير ده آه. ونرجع نكمل كلامنا مرحب بكم من سهل قروين الفرافرة محافظة الوادي الجديد أرض الأحلام لأنها كان حلم أن احنا نعمر الصحراء وتبقى خضرة بزراعة النخيل وبمشروع وقف النخيل اللي بيخدم على مشاريع كتيرة وحملات كتيرة للخير في مؤسسة نبض الحياة أنا جات هنا نبض الحياة مرة واثنين وثلاثة أول مرحلة زرحت هنا في الوادي الجديد ثلاث نخلات واحده باسم والدي واختي وامي الله يرحمهم وزرعت واحده باسمي انا وجوزي ولادي وزرعت واحده لواحده صديقه لي لاهميه زرع النخيل وهيدر بالخير الوفير على الساده المشاهدين والمستمعين المحتاجين فقررنا انا وعيلتي ان احنا نشترك في خمس نخلات كان في ايدي نخلتين كمان جايز يزرعهم اتصلت بنبض الحياه قال لي لا خلاها المرحلة الجايه في شهر تسعه وجزاهم عنا كل خير لان هي دي الاساس نبض الحياه هي الاساس بتوفي وبتوعد وصادقه في كل اعمالها وفي ناس شككتنا فعلا بعد انا ما جت مره واثنين قلت لهم نبض الحياه دي ما فيش لا قبل ولا بعد انا شايفه كل حاجه على ارض الواقع وحاجه ما شاء الله عليها وبندعو آه السادة المشاهدين والمستمعين إن هم يتوجهوا لهذا المسلك الطيب على اعتبار إن الآخرة أفضل من الحياة الدنيا. ما شاء الله مشروع ضخم ومتكامل وبرضه عشان ندي للناس فكرة ولو حتى مبسطة إحنا بنتكلم أه أي نعم على وقف النخيل يعني البطل هنا هو النخيل بطبيعه الحال ولكن ده مش معناه انه هيكون نخيل فقط ده في كمان زراعات تكميليه بتحصل وفي مزارع سمكيه مزارع سمكية اه فيه, فيه الحمد لله يعني المشروع متكامل وانا دايما يعني ده دا دا يعني لازم كل انسان يعترف بهذا وما توفيقي الا بالله هو سبحان الله اختيار الارض اختيار الاشخاص انت شايف الاشخ... الناس اللي يعني. المتبرعه شكلها ايه شايف الاخلاص بتاعهم صحيح. شكل... شايف الفرحه شكلها ايه صحيح. طبعا ان دل هذا على شيء فانما يدل على ان الله سبحانه وتعالى قد وفق هؤلاء صحيح. لان يكون لهم نصيب في هذا الوقف لانه حيكون فيه اعمال ممتده ومستمره حتى بعد الممات طبعاً. الى ان تقوم الساعة وقف يعني مال محبوس على ان يكون ناتجه لفعل الخير هو المال محبوس طبعًا. طيب بيتزايد نعم ولود ودود طبعًا. بتولد طبعًا. على طول طبعًا. وبتود الناس كلها بتقول لهم أنا الخير بتاعه طبعًا. بتاع وقف النخيل بتاع مؤسسة نبض الحياة فطبعا أنا يعني أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع طبعًا. وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا طبعًا. ويمكن أنا شخصيا شفت حاجات في حياتي طرق توفيق بسبب هذا العمل اللي احنا وقفنا فيه وربنا سبحانه وتعالى تقبل ان شاء الله زي يا شيخ محمد يعني وال... اكيد اكيد انت حاضر وعارف والله... قصص عجيبه والله... عجيبه آه... جدا في قصص كثيره لكن في اسرار انا بحتفظ بها لنفسي لا بعيدا إيه؟ عن الاسرار آه... انا بتكلم القابل للحكي يعني. اه القابل للحكي انا عندي فيه ناس سبحان الله عملوا مرة واثنين وثلاثة وأربعة ما شاء الله. وبعدين جايين بيقول لك أنا عايز يعني أما تشوف حضرتك واحد بيزرع فدان نخل اللهم صل على النبي ما شاء فدان. الله فدان ما شاء الله خدت بالك الحاج فريد النجار لا الفدان ده بيبقى فيه حوالي كام نخلة؟ 65 نخلة ما شاء الله ما شاء الله خدت بال حضرتك أما تلاقي بنتين لم ي... لسه ما, ما تزوجوش اثنين اخوات وبيعملوا بيقولوا احنا عايزين نعمل للاخره خمسة 45 لحد دلوقتي ما وعايزين يكملوا 65 و يكملوا فاضل في, في المرحله الجايه خدت حضرتك طبعا ده طبعا يعني يعني رشا واختها يعني ربنا يبارك لهم دول مشروع زوجات صالحات آه فعلا اه, آه لك احنا بنزرع للاخره شوف يمكن حد الحد بيقول يعني ايه الاخره آه 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 خير من الاولى آه طيب ما هو فعلا بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى طيب انا كل شيء انا عايز بس كل واحد صاحب مال يفكر كويس مم. انا معايا فلوس جزء منها عملت منه نخله او نخلتين وقف لله والباقي كله اتبجل ورثتي جت المنيه جت الوفاه تمام. انا مت ايه اللي فضل لي؟ ايه اللي ليه وايه اللي مش ليه اللي مش ليه كل المال اللي موجود مال الورث صحيح. انتقلت الملكية على طول طبعا. بخروج الروح انتقلت الملكية مني للورثة بتوعي مظبوط طب ايه اللي بجيلي لي؟ النخلتين اللي انا زرعتهم او النخلة اللي انا زرعتها او الفدان اللي انا زرعته هو ده اللي فضلي لي. ليه؟ لان هو هيستغل في جميع اوجه الخير سواء بناء مساجد، سواء طبعا. اسقف، سواء مساعدة غريمات، سواء تجهيز عرايس اللي هو سترة سواء حمل الدفة حمل سواء توصيل مياه سواء محطات تحلية سواء أبار ارتوازية أو أبار أمطار للدرجات دي فعلا المشروع ده شيخ محمد ممكن إن شاء الله رب العالمين يوصل بينا للمرحلة دي إن يبقى العائد بتاعه حتى لو ما كانش كافي بس على الاقل يزق زقه حلوه في كل الملفات اللي حضرتك تفضلت بيها هو دي. ان شاء الله احنا لنا رؤيه خدت حضرتك بنحتفظ بيها لنفسنا عشان ما حدش حويت يا من... شيخ محمد بس آه. لكن عندنا ايوه طبعا لكن ان شاء الله ساعه ما نبدا تنفيذها انا هتلاقي فيه فيه خيرات لا تتخيل يا ان شاء الله باذن الله, الله مشروع وقف النخيل لن يبقي انسان عاطل او محتاج يا يعني, ح... يعني يا انا مش هديله انا مش هديله سمكه انا هديله صناره مم. اظن مم. انا يعني طبعاً يعني يعني حضرتك طبع. فاحنا ان شاء الله عندنا امل كبير في بناء مستشفيات وعندنا امل كبير في ان احنا نشارك في التعليم وعندنا ما شاء الله في ما شاء الله كل اوجه الخير يا رب خير والله يا رب خير ده, ده مشروع تنموي وبعدين اخروي تنموي آه طبعًا دنيوي اخروي طبعًا في ايوه فهو المين ينفع في الدنيا ده هو حلاوته في الجزء الاخروي اللي فيه اه الاخروي اصل آه ايه كمان وبعدين عمال يمطر على الانسان يمطر على الانسان من الخيرات ومن ومن الحسنات يعني كل يوم يلاقي حاجه جاي له كده راجل لابس سيب حلو من انت يقول له انا عملك الصالح لمين ده انا فلان الفلاني سديت حاجته ده المسجد الفلاني انت بنيته ده الوصلة ماي الفلاني انا ما عملتش لا ده انت كنت عامل نخله ولدت خمسة 25 نخله وكل نخله ولدت خمسة 25 نخله وبقى لك ملك كبير عند ربنا بينفع الناس الفقراء والمحتاجين الناس اللي هم كانوا عايزين الحاجه دي انت كفيتهم فيلاقيه في صوره رجل في صوره رجل صالح ياتي من انت يقول انا عملك الصالح طيب انا النخله طيب اللي انت زرعتها ده الجزء الاخروي نرجع بقى للحته الدنيويه بتاعت ايه التكلفه بقى عشان برضو لو في حد حابب جدا ومقتنع بهذا شو شوف حضرتك انا يمكن البارح حد جاب تبرع ألف جنيه بيقول لي انا نفسي اعمل نخله بس انا معيش غير 1000 جنيه وعايز ايه؟ اعمل اخش ابقى مشارك في صي... في, ال... في 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 وقف النخيل. مم. قلت له سهل احنا نعمل لك الايصال بان ده صك او تبرع في بقيمه 1000 جنيه اه ب... بقيمه 1000 في وقف النخيل. واحد عايز يتبرع بألف ب 100 ب 500 ب 1000 ب 2000 ولو جمع ال... ال... الايصالات كلها لحد ما يوفي 5000 جنيه مم. احنا بنطلع له صك اللي هو العقد بتاع النخله بتاعه دي تكلفه الفسيله الواحده 5000 جنيه 5000 جنيه وعلى فكره هي تكلفتها اكتر من كده أكيد. لكن أكيد. احنا طبعا وقفنا وقلنا خلاص احنا ربنا انعم علينا واحنا بقى عندنا ان شاء الله هنكون منتجين فاحنا نساعد الناس اللي هم عايزين يعملوا خير ان يعملوا الخير وخلينا برضو بعد اذن فضيلتك يعني برضو عشان نوضح للناس الجمله اللي حضرتك تفضلت بيها حته ان التكلفه هي اكتر من كده بكتير طب برضو فرصه نعرف الناس ان ال 5000 جنيه دول مش مجرد سعر للفسيدة لا ده لا شاملة, لا. شامله شامله الاتي اه شامله ثمن الارض آه. الخبراء المختصين آه. لان الارض صالحه للزراعه ولا لا آه. ويزرعوا نخل هنا ايه آه. نوع البلح برحي ولا آه بندوق حضرتك آه. العماله الموجوده الطاقه الشمسيه المهندسين الموجودين الطاقه الشمسيه الابار المحفوره فلاتر. البير 750 الفلاتر فلاتر اللي بيطلع منها الميه اللي بتاخد الميه تفلترها عشان توصلها للنخله تكون نقيه عشان النخله تطلع في تحليلها مطابقه للمواصفات العالميه عشان نصدر البلع ودي نفس الميه اللي هتستخدم في الاستزراع السمكي كمان بالزبط. وفي ري المحاصيل آه التكميليه اه هو احنا بنطلع الميه من بيطلع المطور بيطلع الميه لحوض السمك وبعدين في مطور تاني بياخد من حوض السمك يدي للفلتر ميه. الفلتر ينقي الميه تميه. فاحنا طبعا يعني دي, دي آه يعني موسوعه طب. خدت لحضرتك لما تيجي تحسبها تكلف حوالي 7000 جنيه مم. خدت لحضرتك حضرتك على التكلفه لكن احنا سبحان الله وبعدين دي تكلفه ايه الفسيله وتمن الفسيلة طبعا الفسيلة دي بتتنها في الرعاية دي سنتين من سنتين لثلاثة لحد ما تخلف يعني انت من سنتين لثلاثة عمالة ومهندسين وخبراء وسماد وراي وعناية كل, طبعا. كل طبعا. الكلام ده كله طبعا. عشان ما حدش يفكر ايه هو النخلة بخمس تلاف ما في واحد حد ممكن يقول لك ايه هات يا عم ونعمل لك بألف جنيه نخلة بس هو هيعمل لك يعمل لك حتى حضرتك احنا عايزين بس يعني احنا طبعا مع مؤسسه نبض الحياه طبعا الناس اللي جربت معاها بتيجي مره واثنين وحضرتك شفت في التقرير الست اللي بتقول لك انا عملت لابويا ولامي ولزوجي وليا ولولادي ولصديقتي لا ولسه هنشوف ناس ثانيه كمان من خلال اخر التقرير بعد بالظبط بالضبط اتفضل أنا جيت هنا عشان أزرع النخلة عشان خاطر محمد لما قال لي يا أمي أنا رايح سينا وهستشهد هناك عشان تراب بلدي فأنا بقول له ما تروحش يا محمد قال لي لا هروح إزاي لازم الشباب كلها تروح وندفع عن عرضنا وشرفنا وأنا عشان كلامه ده اتبرحت بالنخلة وله ولأخوه وبدع لكل شبابنا إن هم يروحوا سينا وما يخافوش من سينا وكل أم تشجع ولادها على انها يخافوا على بلدهم ويدافعوا عن بلدهم وبدأ الكل شهيد بالرحمه وربنا يتقبلهم عنده يا رب من الشهداء ويسعدهم ويلحقنا بهم يا رب. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم شوف ايه البشرة شوف اسمع ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون النهاردة أم من أمهاتنا أم ادتنا معنى جديد أم عندها اتنين شهداء ماتوا في الجيش خذوا هذه البشرة وإن شاء الله نحسبهم على ذلك إن هم شهداء خذوا بشرة قوله تعالى ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما هو فات ولا يحزنون كذلك فيما هو ات أو العكس فجت النهارده غرست لأولادها الشهداء نخله جت غرست لأولادها الشهداء نخله هنا وده ما شدنيش قوي لكن اللي شدني قوي لما قالت لي يا ابني انا حبيت أكد المعنى ده قلت لها ازاي أمي تأكدي المعنى ده هنا قالت لما هو اللي بينفق في سبيل الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون زي الشهداء مباشره فغرست في معنى جديد للصدقه غرست في معنى جديد للانفاق في سبيل الله فعلا وغرست في كل واحد فينا معنى جديد للانفاق في سبيل الله الا خوف عليهم ولا هم يحزنون الدليل قوله تعالى في سوره البقره الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه النتيجه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحقيقه يعني دايما بتبقى واضحه قوي التفصيله بتاعت ان كل حد من الناس اللي تبرعت واللي اصرت ان هي تروح و... و... يعني تروح المشوار ده كله 12 ساعه رايح وزيهم راجع مع كبر السن بس كل واحده فعلا وكل واحد فيهم حقيقي واضح انه عنده قصه زي ما حضرتك تفضلت من شويه ولكن الاهم واللافت دايما للنظر ان دايما عندهم يقين قوي في ان ربنا هيجازيهم كل خير نتيجه اللي هم بيعملوه ده سواء هم عاملينه لنفسهم او لغيرهم لاولادهم لابائهم في يقين ملموس دايما في الطريقه حتى اللي بيتكلموا بيها. عشان كده يمكن في البدايه لو انت فاكر حضرتك انا قلت لك المكان ربنا اختاره والاشخاص ربنا اختارهم. ما هو انا عمري لا اوفق الى طاعه الا اذا كانت برضا الله سبحانه وتعالى عني. طبع. فاذا وفقت الى طاعه فعلي ان اؤدي شكر هذه الطاعه طبع. لان احنا كلنا بشر وبنتفاوت. في اللي بيصلي وفي اللي ما بيصليش، في اللي بيقرا قران وفي اللي ما بيقراش، في اللي بيقوم الليل وفي اللي ما بيقومش، في اللي بيتصدق وفي اللي ما بيتصدقش، مين بقى اللي ربنا رضي عليه؟ شوف حضرتك اما الست تفقد ولديها وبعدين يكونوا شهداء ولكن هي عايزه تشاركهم مش يعني وهي كأم ان شاء الله لها اجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لكن شوف تخيل ان هي حبت تعمل الا خوف عليهم ولا هم طبعا. يحزنون وشوف تنتها تبحث يعني كون ان ربنا وفقها انها تلتفت آه الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني أحب تشارك تكون شهيده كمان تاخذ اجر الشهيد يعني شوف سبحان الله فاذا ال الانسان ساعه ان يوفق او يوفقه الله سبحانه وتعالى تلاقي كل شيء بيسلسل الشياطين ويجعل كل شيء بالنسبة له ميسر وسهل جدا في واحد لو صلى ركعتين تلاقيه يقول لك انا ركابي وجعتني وتكسح وما راضي يقوم وفي واحد يتنوا يصلي وانت تستنى هيخلص دو دول اخر ركعتين ابدا طب دول, دول اخر ركعتين ابدا دول اخر ركعتين واحد ماسك المصحف ساعه ما يمسكه يقرا صفحه واثنين ويقوم قالب طيب ينشغل بحاجه ثانيه واحد ثاني ماسك المصحف عمال يقرا الجزء ده ورا الجزء ده ورا الجزء, الجزء ده مش عايز يخلص ومش عارف يشبع هو ده بيبقى من ربنا ده بيبقى توفيق من الله سبحانه طبعًا وتعالى طبعًا فعلشان كده دائما الإنسان المسلم يجب عليه أن يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى إذا وفق إلى طاعة ويمكن وقف النخيل ده اهتيال أنا ذكرت مع حضرتك في لقاء سابق إن هو مش بتخطيط قد هو كان توفيق من ربنا أو فكرة كانت كده بتطرح على سبيل الطرح من الأنشطة اللي, اللي نعملها واصبحت في حيز التنفيذ وسبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي اراد هو الذي اختار المكان وعلى فكره المكان ده ابتديته في مكان ثاني اصلا و10 فدان تقريبا كانت اه في كنا في بعشرة آه فدان اه وانتهى بيكم المطاف ان ال10 فدان دول اتزرعوا بالكامل ما شاء الله و و وزرعنا 1000 فدان أيه. و وان شاء الله وخدنا كمان لهم عشان نزرع 5000 فدان ان شاء الله. الله ان شاء والله. الله يعني و.. وان شاء الله دول نضربهم في 10 برضه وناخدوا ارض وربنا يخلينا الواد الجديد <applause> وبنشكر معالي المحافظ بصراحه <applause> لان هو ربنا يبارك على حسن فيه تعاونه. اه بيتعاون مع المؤسسه بشكل طبعا هو شايف الايجابيه الموجوده في المؤسسه خدت حضرتك فاحنا طبعا بنشكره وبنشكر كل القائمين كل الاجهزه التنفيذيه اللي هي معانا اللي هي بتساعد دايما وبتذلل لنا العقبات خير لحضرتك حضرتك وبنشكر السادة المشاهدين المتبرعين طبعاً. اللي هم 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 اساس الحدوته المشجع... كلها اللي, اللي انا بقول طبعاً. لحضرتك دايما طبعاً. ايه دول اللي هم دايما اللي منتمين لمؤسسه نبض الحياه عايزين مؤسسه نبض الحياه في السماء زي اللي بيشجعوا الكوره بالظبط ايوه <applause> عايزين المهم هم اللي يغلبوا حضرتك <applause> <طبعاً>. فربنا <applause> ان شاء الله يوفق كده ويتقبل منا ومنهم صالح الاعمال يا رب ونفسي يعني يا رب انا نفسي اشوف آه، الثمار بتاع طبعا احنا عملنا خدنا الارض بتاع المصنع ان شاء الله بتاع التعبئة والتغليف ونفسي اعيش اشوف الانتاج بتاع الـ 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 الوقف وزي انا ما بقول ان شاء الله خمس سنين آه من زراعة النخيل ان شاء الله, شاء الله حنكون مش في مصر بس نجوب العالم لسد حاجة الفقراء والمساكين شاء يا رب يا رب إن شاء الله إن شاء الله فبإذن الله يعني دي وقف لله سبحانه وتعالى وما كان لله ده ما أتصل. هو سيدنا عثمان رضي الله عنه مش اما عمل الوقف الوقف انتهى ولا لسه ما زال دلوقتي ليه ليومنا هذا ليومنا هذا صحيح مش كده ولا لا طيب يبقى اذا الوقف عشان بس الناس تبقى عارفه ان الوقف ده بيتزايد على طول في زياده مستمره ان شاء الله وفي نماء مستمر و... وفعلا وزي ما, ما سيدنا النبي قال على الشجره دي انها الودو... الودود الولود طبعا. فهي بتولد وولادها بيولدوا وبيتكاثروا ان شاء الله لا وعلى ذكر ان هي بتبقى باقيه بالمعنى الحرفي مع الفرق طبعا بس زي ما الى يومنا آه. هذا في ابار من ايام الرومان ومن قبلهم ومن ايام الخلفاء ويعني يعني في اعمال باقيه بقية. بالمعنى الحق ايوه ايوه ودي هي اعظم صدقه جاريه على الاطلاق بالضبط فهو البقاء يعني سبحان الله يعني البقاء ده بيبقى بـ بـ باراده الله سبحانه وتعالى اكيد و... عليه وربنا بيسوق الواحد كده للمكان اللي فيه النجاح للمكان اللي هو بيختاره ربنا سبحانه وتعالى لان ربنا خص بعض الازمنه وبعض الاماكن وبعض الاشخاص آه. اختارهم فعشان كده ان شاء الله باذن الله ده اختيار الله وده عمل لله وربنا يجعله خالص لوجه الكريم امين يا رب العالمين نستسمحك هنطلع فاصل سريع وبمجرد العوده من هذا الفاصل هنفتح بحضراتكم ملف مهم جدا واحده من اجمل المبادرات اللي بتقوم يعني عليها حاليا مؤسسه نبض الحياه ومشكله من خلالها خليه نحل بالمعنى الحرفي هفهمكم التفاصيل لما نرجع ان شاء الله عموما انا بتكلم على حمله ويطعمون الطعام الكلام دلوقتي هيكون عن حمله ويطعمون الطعام اللي هي واخده في رمضان تحديدا شكل كرتونه رمضان بس مش اي كرتونه نعم. كرتونه يعني كما ينبغي ان تكون نعم. وزنا وكواليتي كمان الحاجات اللي موجوده جواها نوعيه ال 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 كل التفاصيل اللي موجوده جواها احنا بنتكلم على كرتونه وزنها 17 كيلو بنتكلم نعم. على كرتونه فيها سمنه وزيت وسكر وشاي وتمر ومكرونه ودقيق وصفة. وخل وصلصه رز مش عارف وقع بيني الرز آه. وقع بيني الرز آه. آه. يعني ما شاء الله حاجات كتير وطمر جدا وتمر اه وخل وملح يعني آه. مش آه. سايبين حاجه حتى يعني ما شاء الله. الملح ان شاء الله حلو ده آه. حلو ده جدا حلو ده إن جدا ان شاء الله تقريبا لو قلنا ان الكرتونه دي رايحه الاسره فيها آه اب وام وعيلين ثلاثه نعم مثلا يعني اه يعني تاخد لها آه. وقت قد ايه معاهم تاخد بتاع 15 يوم يعني نص 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 شهر. شهر ان شاء الله نص الشهر اه وبعدين احنا احنا عاملينها كم مرحله يعني كراتين مستمرين فيها لاخر رمضان ان شاء الله <applause> يعني المؤسسة يعني على طول شغاله باي تبرع بيجي بيروح على طول الكراتين لان فيه طبعا ناس بتتصدق في رمضان في ناس بتخرج زكاه في رمضان في ناس بتح... بتبقى عايزه الكراتين ب... بالذات يعني <applause> بيقول لك انا عايز كراتين عايز تعمل لي كرتونه رمضان فاحنا طبعا بن... بنحاول وعلى فكره السعر اللي, اللي احنا بنعمل بيه اقل من القيمه طبعًا بيامه طبعًا يعني ب... صحيح ما شاء الله صحيح. يعني خلينا طبعًا. نحكي مع حضراتكم التفصيله دي كمان يعني ب... يعني بس نشوف الاول التقرير ده عشان برضو الناس مبدئيا تاخد طبعًا. فكره عن ال... الحمله الجميله دي لما رحت طنطا كانت الغربيه طنطا كده برضه آه. آه. تعال نشوف طنطا حاب الاول بستك وبنشكر الجهود الغير عاديه طبعا المحافظه معانا ربنا يعز حضرتك ربنا يبارك فيك وطبعا ده بدعم المحافظه وبدعم السادة من البركه فيكم وده في ميزان حسناتكم وده عهدنا بكل الجمعيات الاهليه ربنا يعز حضرتك انت عارف السنه دي 2022 سنه المجتمع المدني فلازم بلينا دور ونساند الحكومه والمؤسسات في احنا نرفع المعاناه عن الشعب شويه ان شاء الله استاذن حضرتك بس هناخد جوله مع بعض قدام كده هي الكرتونه فيها 17 كيلو مواد غذائيه دي عينه من كل حاجه يعني احنا سكر 8 كيلو من المكرونه والمواد الغذائيه 3 كيلو سكر لوبيا اه ملح في فاصوليا بلح ربع كيلو شاي ده كيلو؟ اه ده كيلو بلح وطبعا السمنه والزيت كويس ما شاء الله والخل هي الكرتونه عباره عن 17 كيلو محتوي كافه المواد الغذائيه تمام ان شاء الله ينور عليكم ان شاء الله سته وفي مرحله تانية باذن الله اه ان شاء الله وده شاء الله. كله دايما بمشاركه الجامعات الشريكه في محافظه الغربيه معانا التوزيع هيبتدي امتى؟ التوزيع هيبتدي النهارده في دايما ان شاء الله النهارده باذن الله آه ان شاء الله النهارده على طول باذن الله هتنزل الثمان مراكز ولا في مراكز معينه؟ كلها ان شاء الله وزفتة وقطور ومحلة و... وثمان نور ثمان محافظ كلهم معانا إن, إن, ان شاء الله وزفتة و... وقفر الزيات وطبعا الاحياء الاشد فقره احنا مركزين عليها جوه المحافظه يعني احنا بالتنسيق مع المحافظه مركزين على الاحياء الاشد فقره ان شاء الله. واحنا طبعا بنشكر المحافظه على, على ده احنا اللي بنشكركم و... 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 واحنا حاجه واحده بنتعاون كلنا مع بعض عشان خاطر نرفع المعاناه شويه عن عن الناس. يلا يا شباب تمام؟ كل الله ينور حبيبي احمد النهارده البدايه، ابتدينا في يوم لسه معانا 30 يوم، 30 يوم خير، 30 يوم سعاده، 30 يوم لازم نغطي في يوم كافة اخواتنا وحبايبنا من الاسر الاشد احتياجًا على كافة أنحاء الجمهورية، احنا بنستهدف 27 محافظة، لازم طبعًا يكون حضراتكم معانا مساهمين، لازم يكون حضراتكم معانا مشاركين علشان نقدر بقدر المستطاع في الشهر الكريم نوصل المساعدات ونوصل الكراتين الغذائية والوجبات الغذائية لأكبر عدد ممكن من الأسر الأشد احتياجا الحملة الخاصة بمؤسسة نبض الحياة في خلال شهر رمضان المبارك مش مقتصرة بس على المواد الغذائية اللي عايز أقوله لحضراتكم النهاردة إن إحنا في خلال شهر رمضان المبارك بنأدي كافة أعمالنا الخيرية زي كافة الشهور الفضلة وكمان آه بننفذ كافة المساعدات الطبيعيه، يعني كرتونه موجوده ويطعمون الطعام الوجبات الغذائيه موجوده، كمان معانا تجهيز العرايس ان شاء الله اخر الشهر، حمله كبيره جدا موسعه على على نطاق الجمهوريه موجوده، الاسقف للاسر المتضرره من الاسقف موجوده، كل الانشطه اللي المؤسسه بتمارسها في الشهور بتاعتها العاديه موجوده وبيزيد عليها الخير الفياض بمساهمه حضراتكم. جميل كنا وقفنا في الكلام عند تفصيلة أن سعر الكرتونة 200 جنيه وهي قيمة أقل بكثير من القيمة الفعلية نعم. للكرتونة بما تحتويه من أصناف يعني مختلفة آه. هو طبعا عشان بيتعمل المناقصة ويجيبوا أقل الأسعار فهي القيمة بتاعتها حوالي 270 مم. لكن هم طبعا بيدوها عشان بتاخدوا كميات كمان كبيرة, بكل حاجة آه. آه. فطبعا ده خير بيعود على اخواتنا اللي احنا محتاجين طبعاً. ان احنا نساعدهم خاطر حضرتك لان انا فعلا آه بلاقي سعاده غير عاديه ساعه ما احس ان حد كان محتاج كرتونه وخدها طبعاً. السعاده اللي بتدخل عليه بتبقى عندي اعظم واكبر طبعاً. ويمكن انا يمكن في بعض الايام آه بكيت آه لما لقيت حد يعني ما كنتش متوقع ان هو محتاج الكرتونه ف وقلت لهم عزيزه يعني قوم ايوه فقلت لهم اه جدا جدا حقيقي قاسيه حقيقي آه يعني. جدا فلان ده محتاج دي آه فحصل عمليه بكاء فاثرت العمليه اثرت فيه فعايز اقول لي يعني السادة المشاهدين اللي قادر اللي قادر لازم يساعد اللي مش قادر اللي معاه يدي للي ما معاهش لان ربنا سبحانه وتعالى جعلني حارس على حارس على المال انا حارس على المال وبعدين المال مال الله وبعدين كل عبدي انفق انفق عليك طب اذا احنا ما انفقناش في شهر رمضان الكريم صحيح الشهر الخير وشهر البركات شهر النفحات ده ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا من فطر فيه صائما كان مغفره لذنوبه وعتقا لرقبته من النار طب احنا هنلاقي مغفره الذنوب فين ب جنيه مغفره ذنوب صحيح طب حد ياخد مني ألف صحيح حد ياخد مني اثنين حد صحيح. ياخد مني خمسه وذنوب ربنا حق. يغفرها حق. خدت بال يعني. ده احنا بنعمل العمره بكم وبنروح الحج بكم طب. عشان ربنا يغفر لنا ذنوبنا طيب دي كرتونه رمضان طب. شوف حتى انت لا طب, يعني. طب سيبك بقى كمان من العمره بكم والحج بكم احنا بنقعد على القهاوي وبندفع كام وبنروح نقعد في مطاعم وبندفع كام بنعمل وبنجيب حاجات خايبه ولا ليها اي عازه بكام وبنعمل افراح وندفع فيها كام حاجات كلها يعني يعني سبحان الله يمكن بدفع فلوس في معصيه لكن دي طاعة، دي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني فعلا وفي وفيها إفطار صائم وفي فيها آه وفيها إطعام آه طعام إطعام يعني طعام الطعام يعني الحاجات الحلوة اه كل الجمال وكل الحلاوة في كرتونة رمضان وفي إطعام الطعام ويمكن احنا عندنا برضو الإطعام حضرتك أستاذ كريم آه داخل بلون كمان جديد آه غير الوجبة الجاهزة السخنة أخدتها آه لحضرتك ممكن أنا أودي لحد وجبة يكون هو عامل فطار <applause> فاقترح الجهاز الاداري ومجلس الامناء اقترحوا ان مثلا نعمل ايه الفطار ده يكون مثلا نص فرخه مع المحتويات بتاعتها طريه او نص كيلو لحمه مع المحتويات بتاعته خدت لحضرتك بحيث ان هو لو عنده اكل النهارده عنده في الثلاجه بكرة يعمله صحيح او مع المكرونه أو, او مع حلو يعني اه تبقى وجبه جافه يعني معاه الشيء و... ولزوم الشيء كمان ولزوم اه زي الفل ويروح له الوجبه والله هياكلها ماشي هيعملها يعينها وهو عنده النهارده حد يكون وداله ثاني يكون ربنا كرم لان طبعا احنا الشهر ده شهر الانفاق في سبيل الله طبعاً. وشهر الاطعام فكل الناس بتحاول تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالاطعام فاحنا طبعا وسبحان الله اصلا الاطعام من حيث المبدا هو وسقي الماء يعني في توصيات ربانيه ونبويه تجاهه يعني اللي هو فيش شك في جدوى واهميه ان في من علاقة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فيه تماسك صحيح. بيخلي الفقير او المحتاج لا يحقد ولا يحسد ولا يعني يتحدث عن اي انسان ربنا اداله يا عم ربنا يديله ويزيده ليه يا عم هو بيخلي وراه وراه يا عم ده بيجيب وبيدي للناس ما بيبخلش على الناس ابدا ربنا يبارك فيه ويديله كمان وكمان ده ده اللي ده خدت بال حضرتك طب اللي ما بيديش شوف بقى يعني ما من يوم الا ويصبح فيه ملكان يقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا, ممسكاً تلفا السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنه، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنه، قريب من النار. ممعنى. ليه؟ لان ده بتبص تلاقي الناس تقول ايه ربنا يوسع عليك ويدي لك ويكرمك، ده في الاطعام يا استاذ كريم لو لو الانسان مثلا عامل عزومه او عازم ناس وعندها وعلى مستوى طب. وعندهم يمكن عندهم خير احسن منه. احسن من اللي عازمهم طبعا, طبعا. خدت حضرتك لكن لما بياكل كده سبحان الله يقول ربنا يجعله عامر ايوه طبعا اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه الاخرار وذكركم الله في من عنده الراجل بيبقى فرحان وسعيد على الرغم ان هو مش محتاج وعنده احسن من الناس دي لكن الاطعام نفسه بيكون له مدلول آه يخرج من المطعم طبعا. الانسان اللي بياكل او بيشرب بتلاقيه بي يؤدي شكر هذه النعمه طبعا. بالدعاء لمن اطعمه لا ويدعم كمان الجانب الاجتماعي دا دايما يقول لك يعني في ناس بتبقى دايما حريصه على ان ايه يكون في ما بيننا عيش وملح طب اقعد تكون معايا لقمه عشان يبقى في بيننا عشان يبقى عيش وملح حتى اجتماعيا اه موروث ثابت عندنا نعم في, نعم. في في هو, هو يمكن ويمكن من الحاجات الجميله كمان في في الاطعام في شهر رمضان احنا بنشوف التقارب بين الاخوات طبعا. والاصدقاء والجيران وتلاقي الناس بت بت يعني انا يمكن في امبارح كده يعني شفت حد بيعمل اطعام ويوزع على على جيرانه ويقول لي للعيال اوعوا تسيبوا حد من الجيران ولا حد ادوا تخيل حضرتك و و و والناس واهل البيت شغالين عايزين بيوزعوا بنفسهم عشان ايه في فرحه طبعاً. في سعاده خدت حضرتك فاذا اراد الانسان ان يسعد نفسه فليسعد غيره طبعاً واحنا طبعا سيدنا الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله طبعاً. يمكن آه يعني هو ده باب السعاده باب السعاده ان تسعد الغير طبعاً. لان كلما اسعدت غيرك اسعدك الله سبحانه وتعالى طبعاً. وكلما اسعدنا الناس في الدنيا اسعدنا الله في الدنيا وفي الاخره طبعاً. فاحنا قدامنا سبحان الله قدامنا طرق كثيره الى فعل الخير وقدامنا طرق الى الجنه وقدامنا طرق نسعى بها الى ان نكون مجتمع راقي مجتمع فاضل مجتمع جميل مجتمع متعاون وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان مجتمع بيحب الخير للكل حبي لاخيك كما تحب لنفسك تكن مسلمه يعني اذا اذا الانسان لو انا محتاج ولقيت حد جاب لي او سد الحاجه بتاعتي انا حيكون شكر ليه شكله ايه علشان كده احنا دايما بنقول لاخواتنا واخواتنا لاخواننا واخواتنا احنا عايزين دايما نكون ايد واحده نتماسك نتعاون على البر والتقى نتعاون على ان احنا نسد حاجه المحتاجين من الاطعام او من كرتونه رمضان او من اي فعل خير علينا كلنا ان شاء الله عبء كبير جدا عايزين نطلع من رمضان فرحانين بفعل الخير اللي احنا عملناه لا وبعدين الى جانب كمان الاجر والثواب العظيم برضه رجوعا للحته بتاعت مردود العطاء على المعطي على الشخص اللي بي بينفق ايوه بجد بيبقى لها لذه سبحانك يا رب حقيقي و و وكفيله بان هي تخلق جوه الواحد حاله من السكينه بتبقى مستغربها جدا يعني أو. حاجه فعلا لذه اللي ذاقها لازم تلاقيه حريص عليها دايما وبيبقى مدمن دايما لها فربنا يكتر المدمنين في هذه النقطه بصفه خاصه يعني. ما هو ليه؟ ليه؟ في ليه؟ وقت في وقت أبعلك. اه لسه طبعا اه شوف ليه ليه انت بتبقى بتبقى عند عندك لذه كده وسعاده مين اللي خلق الغني مم. الله ومين اللي خلق الفقير الله ربنا جعل ادالك مال كغني عشان يختبرك فيه مم. والفقراء دول عيال الله صحيح خدت حضرتك طيب انت لما تيجي تكرم عيال ربنا لما تيجي تكرم اللي هم ربنا خلقهم وبيبص لك يشوفك انت هتعمل معاهم ايه؟ وانت كل احاسيسك انا عايز اكل الناس دي، انا عايز اطعم انا عايز اسد حاجه الناس دي. السعاده اللي جت لك ديت شيء جعله الله سبحانه وتعالى في قلبك لانك اسعدت خلقه فلا بد ان يسعدك الله. هنعوز ايه بقى اكتر بكده يا حضرات؟ يعني شيء عظيم طبعا يعني مفيش ذرة شك وزي ما كنا يعني ابتديت حتى كلامي في الجزء ده من الحلقه فكره ان هو في ميكس لطيف جدا ما بين اطعام الطعام وافطار الصائم كمان فيعني اللي هيعمل ده يبقى يا ربنا يجازيه كل خير انا بشكر فضيلتك جزيلاً الشكر على وجودك معانا في حلقه النهارده وان شاء الله نشوفك الله على خير قريب باذن الله شكرا مشاهدينا على حسن متابعتكم لينا ونلتقي على خير باذن الرحمن الى اللقاء